That the message that we want to deliver, you got it somehow. Maybe not all of you here. غمرة كندا علوش اللي زوجها عمرو يوسف على السجادة الحمراء تتصدر الترند، وما فعله معها الأخير فاجأ الجميع. فاجأ الممثل المصري عمرو يوسف الجمهور بما فعله مع زوجته الممثلة السورية كندا علوش على السجادة الحمراء لمهرجان فينيسيا السينمائي بدورته 79 المقامة حالياً. وفي التفاصيل، فقد حرص عمرو يوسف على دعم زوجته وحرص على التواجد معها في العرض الأول لفيلمها نزوح ضمن فعاليات المهرجان. وظهر عمرو في مقاطع فيديو تداوله المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهو يحرص على التقاط الصور والفيديوهات لزوجته أثناء مرورها على السجادة الحمراء مع أبطال العمل، وهو ما أثنى عليه المتابعين. وتم تداول أيضاً مقطع فيديو ظهرت فيه كندا وهي تقف على السجادة الحمراء مع أبطال العمل لالتقاط الصورة التذكارية، إلا أنه بدا عليها الارتباك وسرعان ما طلبت من زوجها أن يحضر إلى جانبها ويلتقط الصور معها، فلبى دعوتها بكل رحابة صدر، وما كان من النجمة السورية إلا وتفاعلت مع الأمر بلطف ووضعت رأسها على صدره تعبيراً عن الأمان والاطمئنان الذي شعرت بهما بعد وقوفه بقربها. ومن ناحية أخرى، كانت شاركة الممثلة السورية كندا علوش المتابعين صورة جمعتها مع مولودها الحديث كريم، مستذكرة المعاناة التي مرت بها بسبب ولادتها باكراً. ونشرت كندا صورة لها عبر إنستغرام ظهرت فيها وهي تحتضن طفلها، وكتبت تعليقاً مطولاً شرحت فيه ما مرت به خلال الأشهر الماضية، وقالت: الحمد لله رب العالمين، رزقنا بكريم عمرو يوسف. كريم وصل الدنيا قبل موعده بثلاث شهور تقريباً في أول الشهر السابع، وقعد في الحاضنة وقت طويل لأن حجمه كان صغير وكان لازم نطمن على تنفسه وقلبه وتفاصيل تانية كتير. كانت فترة صعبة جداً عليه وعلينا، بس الحمد لله عدت على خير، وكريم شرف بيته من فترة ووضعه الصحي صار أحسن، بس لسه محتاج متابعة ورعاية واهتمام. اللي مروا بتجربة مشابهة أكيد بيعرفوا الإحساس. وتابعت كندا: الحمد لله ألف مرة، الله يحفظ كريم ويخليه، والله يخلي لكم أولادكم، ولا يوجع قلب أم أو أسرة على طفلها. شكراً للأطباء اللي كانوا أكثر من أهل وساعدونا نعدي الفترة اللي فاتت بأمان وصحة. شكراً للصديق الأخ الدكتور إسماعيل أبو الفتوح. شكراً لطبيبة الأطفال الرائعة الدكتورة أميرة إدريس لرعايتها واهتمامها الشديدين. وشكر خاص لصديق العائلة الدكتور محمد عمر.